عايزين نحل مع بعض المسألة رقم 86 من كتاب Full Mark in Physics. هو بيقول three identical resistance connected A to battery as in figure. المنظر اللي قدامنا عامل كده. ها resistance اسمها R معاها in parallel resistance اسمها R معاهم in series A resistance اسمها R اهو المنظر عامل كده. طيب يبقى R total بتساوي ايه؟ R و R بنص R زائد R يبقى كام؟ ها 1.5 R. طب عايزين نجيب الكرنت توتال، دي مساله فيها باتري، احنا متعودين باي مساله فيها بطاريه نحط القانون ده I equal V بيها 12 على R الصغيره زائد كام؟ ها 1.5 R، تطلع ها 8 over R. ده اللي انا قدرت اوصل له في الكرنت. هو عايز قرايه الفولتميتر يا جماعه. احنا واخدين ان قرايه الفولتميتر لو حوالين ريزيستنس يبقى الفولتميتر قرايته ايه؟ ها اي ار. لو حوالين باتري يبقى قرايته ها في بي ماينس اي ار الصغيره. ده ما فيهوش هزار وما فيهوش ان انا ما بقاش عارفه. فولتميتر حوالين ريزيستنس يبقى اي في ار، انهي ار اللي هو حواليها؟ فولتميتر حوالين باتري يبقى في بي ماينس اي ار الصغيره. ده الفولتميتر ده اللي هو مرسوم عندك ده اهو، محطوط حوالين ايه؟ ها حوالين ريزيستنس. بكام الريزيستنس اللي هو حواليها؟ ار، وار بارلل بنص ار. يبقى ها اي، الاي احنا جبناها فوق بكام اهي؟ هو الفولتميتر ده قرايته اهو اي في ار، الاي اهي، والار بكام؟ ها لسه قايلين ها نص ار، يعني ار اوفر 2. هتروح ار مع ار بقى كام؟ ها 8 اوفر 2، يعني كام؟ ها 4 فولت. يبقى قرايه الفولتميتر ده كام يا جماعه؟ 4 فولت. ده الجزء الاولاني من الايه المساله. الجزء الثاني بيقول ايه بقى؟ ها اللي يحصل الريدنج اوف اميتر ها لما الكي اوبند، هو اصلا كان كلوزد. لما كان كلوزد كانت الار توتال بكام؟ ار بارلل مع ار بكام؟ هاف ار بلس ار، يبقى كانت كام؟ ها 1.5 ار. لما بقى اوبن الار توتال حصل لها ايه؟ ها تعالوا نشوف مع بعض. لما ده يتفتح ها الريزستنس دي هتتلغي، وبالتالي يبقى الكرنت هيمشي كده ها هيعدي في ار، وبعدين يمشي كده ها يعدي فوق هيعدي في ار، وايه ويخش كده. يبقى ها اتنين سيريس مع بعض يبقى كام؟ ها 2 ار. يعني الريزستنس كانت ب 1.5 ار بقت ب 2 ار. يعني ايه اللي حصل للريزستنس؟ ها زادت الريزستنس توتال، ها زادت، يبقى الكرنت هيحصل له ايه؟ ها هيقل. طبعا الكرنت ده بيعبر عن ايه؟ الريدنج اوف اميتر. الكرنت طالما قل يبقى الريدنج اوف اميتر كمان ايه؟ هتقل.